برضه قال لي ان هو لو كان قطع طبعا بيحصل مشكله اكبر، بس كده احسن ان هو من اللي اتمزق، بس جاله مزق قوي. والجروبات الجانبي ده لحمه بيبقى اصعب الصليب. هو هياخد فتره طبعا، بس تقريبا يعني البالانس والكلام ده كان هتبقى فيه مشكله اكتر، فالحمد لله اللي هو حصل طب اللي خلينا احنا بقى ربنا عليه. بص، اللحظات دي منذ قليل انتهى تدريب النادي الاهلي، وده جمهور النادي الاهلي هناك في ملعب رادس بتونس. دي لقطات مسجله منذ قليل، ما فيش من 5 دقائق بعد انتهاء المباراه، جمهور النادي الاهلي قطع هذه المسافه لتأييد فريقه. ثقه كبيره يا جماعه، الثقه دي ما بتجيش من فراغ، الثقه دي جايه من نتيجه تاريخ طويل للنادي الاهلي في تحقيق المستحيل. الناس دي مش هتروح يا جماعه لما بيكون عندها ثقه كبيره جدا في فرقتها، وان شاء الله احنا كلنا ثقه في الله سبحانه وتعالى ان الكل مجتهد النصيب. الفرقه مركزين، جمهور بيتواجد على اعلى مستوى وبيأيد فرقته. لا تتخيلوا الصعاب والمشاق لما يبقى مجموعه من الشباب زي دول بيقدروا يسافروا على نفقاتهم الخاصه ينضموا للفريق هناك عشان يشجعوه في مباراه. يعني النتيجه هنا ما كانتش قوي في صالح النادي الاهلي. كل التحيه لهذه الجماهير، يا رب ان شاء الله بكره نقدر نعمل حاجه. يمكن طبعا ما فوتش اللحظه دي، احنا هنسيب اللقطات معاك ويعني ما فوتش اللحظه دي وكابتن محمد معايا. اكيد انت لعبت مباريات صعبه في تونس ولعبت مباريات قويه، تقول ايه للاعبين قبل مباراه الترجي بكره؟ انا اول حاجه اقول ان شاء الله يبقى التوفيق حالفنا باذن الله. وبالنسبه للتوانسه عموما في الالعاب كلها، ما بيعرفوش يلعبوا كويس في ارضهم، بالذات ضغط جمهورهم. اول لما بيحسوا ان هم خاطرين ولا حاجه بيقلبوا عليهم. ده حصل معانا في البطوله الافريقيه في اول ماتش، كسبناهم الحمد لله 3-0 كان في الافتتاح. طبعا كانت دفعه قويه لينا. كسبنا الترجي في ملعب الترجي، عشان يا رب تبقى ده فل ان شاء الله يبقى جيد. 3-0 بعد في نص الشوط الثاني واحنا متقدمين عليهم، الجمهور بدا يشتمهم، يعني قلب عليهم خالص. بدا يشجعنا احنا عشان يعني انتوا فزتوا، زعل من فرقته بالظبط. فانا من فرقته. انا من خبرتي للماتشات حتى المنتخب او النادي، انا ان شاء الله هيبقى ماتش كويس للنادي الاهلي. تتمنى سير المباراه ازاي منها؟ والله انا مش هقدر اتكلم في سير المباراه، انا هتكلم بس ان هم ان شاء الله يعني هيبقى في مكسب باذن الله 1-0 او 2-1 يعني عشان نقدر نصعد باذن الله. بس انا حاسس ان شاء الله هيبقى في مكسب باذن الله 1-0 على الاقل يا رب. طب برضو يعني فال كويس، انت معانا وكنت احد ابطال ونجوم ماتش الترجي اللي اتلعب في بطوله افريقيا اللي فاتت للكره الطائره، وكسبنا الترجي في ملعبه وسط جمهوره. ان شاء الله ده يبقى فال جيد لينا يا رب ان شاء الله. طيب منعم، قول لي يعني احنا السنه دي عندنا بطولات برضو، دوري يعني في مجهود كبير، ماتشات، شايف اشتراكاتنا السنه دي كم اشتراك؟ توقعاتك ايه الموسم ده؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا اول ما بادين الدوري ان شاء الله هيبقى في دوري وكاس وفي بطوله عربيه وبطوله افريقيه. السنه دي ان شاء الله عايزين نكسب اكتر من بطوله، وان شاء الله ان شاء الله نحصد الاربع بطولات اللي احنا هندخلهم باذن الله. في دلوقتي احنا بادين التدريبات في اللعيبه في المنتخب عشان في بطوله افريقيا الشهر الجاي ان شاء الله في 10، وبقيه اللعيبه طبعا بتتمرن يوميا مع كابتن ميدو طبعا، واللعيبه كلها جاهزه، ولغايه اما لعيبه المنتخب تيجي عشان يبدا ان شاء الله الدوري يبدا في شهر 11. اتاخر طبعا عشان وبطوله تقريبا بطوله العربيه في شهر 2 في تونس، بس مش متذكر هتبقى فين بالظبط، ممكن الاتحاد التونسي هو اللي ينظمها، والبطوله الافريقيه في شهر 3 بس لسه مش عارفين. احنا نتمنى ان احنا ننظمها في النادي بتاعنا وربنا يكرم باذن الله. وخلينا نقول برضو شكر الجويني لاعب الطايره اللي انضم، طبعا محترف، ده لاعب نادي الترجي كمان، ده لاعب نادي الترجي شكري يعني ولاعب كويس طبعا. دي لقطات، انا اسف يا كابتن، دي لقطات عوده الفريق من التدريب للاوتيل. اللقطات دي مش هتشوفوها في اي مكان غير على قناه النادي الاهلي حصري. الحقيقه بنحاول ننقل لكم الحدث لحظه بلحظه ونعيشكم في اجواء الفريق. يا رب كل التوفيق. شايفين طبعا الاتوبيس في حراسه الشرطه قدامه ورا، يا رب ان شاء الله يبقى يعني توفيق حليف.